مرحبا بكم في برازيليا. برازيليا من احلى عواصم العالم، اكثر عاصمه يمكن منظمه في العالم كله. اتبنت في 4 سنين بس، مدينه كبيره جدا على شكل طياره زي ما انتم شايفين كده، اتبنت في 4 سنين، حاجه كده مذهله، حاجه ملهاش حل. بنوها عشان خاطر يبعدوا عن ريو دي جانيرو العاصمه القديمه ويخلوها مدينه في سنتر برازيل، في السنتر بتاع برازيل، عشان يعرف تخدم كل البرازيل، ما تبقاش متطرفه ناحيه الشرق بس عند المحيط. بنوها ازاي؟ قال لك احنا عايزين نعملها على شكل طياره. عملوا المين بادي بتاع الطياره، الكوكبيت بتاعها او المكان بتاع الكابتن هو مبنى رئيس الجمهوريه، وبعدين طلعوا بعديها حطوا الوزارات وحطوا مجلس الشعب مجلس الشورى، وبعدين الكاتدرائيه الميوزيوم، حاجات رهيبه كده مالهاش حل. وفوق خالص اعلى حاجه في الطياره في اخر خالص هي على التوب، على الحته العاليه في برازيليا، حطوا مبنى الاذاعه والتلفزيون. احنا شايفين كده احنا فوق هنا في التي في تاور بتاعهم في برج التلفزيون، وقدامنا الكونغرس رئاسه الجمهوريه، هي عباره عن بادي بتاع طياره او جسم طياره، والجناحين اللي هم ازا سول وازا نورث، الجناح الجنوبي والجناح الشمالي. حطوا كل الوزارات في نفس الحته زي كده اهو، كل الوزارات في نفس المكان، كل الوزارات في نفس المكان ومتكونكتين في بعض، عشان عايز تروح وزاره الماليه وزاره الدفاع وزاره الثقافه وزاره ايه، كله زي بعض. وبعدين عملوا كل الشوارع، برازيليا كلها ما فيهاش اسم شارع، مش محمد فهمي ومرغني وعبد السميع ومش عارف عبد الحليم ومش عارف، لا هنا عندهم كلهم شوارع سهله جدا. ارقام، ارقام يعني ايه؟ يعني عندهم الجناح الشمالي والجناح الجنوبي. الجناح الشمالي اللي هو ده يبتدي من تحت، في شارع في النص ده الشارع الرئيسي بتاع اللي ماشي في كل الجناح الشمالي، تحتيه اي رقم تحتيه بيبقى مجوز، اي رقم فوقيه بيبقى مفرد. هتلاقي بيبتدي من مثلا 201، هتلاقي اللي بعديه 202 203 204 لغايه 216، فوق 101 لغايه 116، فوق لغايه 900، تحت لغايه 600. الحاجه الجميله جدا ان هو هنا وهنا تحت فوق تحت لغايه 800. كل العاصمه دي كانت موجوده قبل سنه 1956، الرئيس قرر يعملها 1961 افتتحوها. حاجه بجد رائعه، عملوا البحيرات دي، كل البحيرات اللي شايفينها دي بحيرات صناعيه كلها، بحيره كبيره جدا عملوها على اعلى مستوى، عاملين هنا مكان للفنادق، مكان كوميرشال، مكان لكذا، كل حاجه متنظمه في العاصمه برازيليا. الحاجه الجميله جدا انه هنا مفيش حد بيتوه، انت ساكن فين يا ابني؟ ساكن مثلا في 712 سول، يعني 712 الجنوبي. هتدخل ايه؟ هتعرف خلاص انك انت ماشي في الشارع الرئيسي، هتنزل تحت هتطلع فوق عشان تبقى في المفرد لغايه 700، هتمشي 12 بلوك هتوصل لعنده. حاجه بجد رهيبه. الناس هنا لما ابتدت تفكر ولما بنت عاصمه جديده، بنت عاصمه صح، بنت عاصمه زي احنا شايفين كده، كل بلوك او كل كوادرا زي ما بيسموها هنا، كل مجمع مباني للكنيسه بتاعته، للسوبر ماركتات بتاعته، للريستورانت بتاعته، للسينما بتاعته، لكل حاجه. بنوا بجد عاصمه ملهاش حل. الرئيس اللي كان بناها جوتا كاهنا بناها من هو سبحان الله بناها سنه 56، اول ما بقى رئيس جمهوريه كان واعد الناس هيعملها كده، وخلصت سنه 61. 61 دي كان هو اخر سنه ليه في الرئاسه، ما بقاش رئيس بعديها، بس عمل حاجه للتاريخ باسمه في مدينه برازيليا في البرازيل.